سب مانديبولا او اللي هي تحت الفك في تو سب لينجوال جلاندز. بالاضافه ان في منطقه الاورال كافيتي ماينور سليفري جلاندز ملهاش اسم معين، مش مسماها باسم، حاجات تبقى ماينور بتساعد في افراز السلايفا لكن ملهاش اسم زي ما احنا قلنا بالنسبه للثلاثه البيرد اللي هم الباروتيك والسب مانديبولا والسب لينجوال سليفري. المهمين قوي بالنسبه لنا واللي دايما بنشرحهم وبنتكلم فيهم اكتر هم البارودت بلانت والسب مانديبولر، ديو تو ان هم الاكتر برزنتيشن فيهم الباثولوجيكال كونديشنز اللي ممكن تكون موجوده فيهم. فلما نيجي نتكلم عن البارودت بلانت نقول ان السليفري بلانت از بريدومينتلي سيرز. يعني ايه سير؟ بريدومينت سيرز السكريشنز بتاعتها اللي بتطلع منها مينلي سيرز. على عكس مثلا السب مانديبولر هنلاقي ان الفيسكوسيتي بتاعت السلايفا اللي طالعه من السب مانديبولر فيزت شويه، الفيسكوسيتي بتاعتها اعلى من ما هياش سيرس قوي او فلويدي زي السلايفا اللي بتطلع من الباروتيد بلانت. With only a few scattered mucus acini, it has an irregular wedge shape because it fills a gap between three bones. الباروتيد موجوده فين؟ زي ما احنا عارفين بتبقى موجوده كده ايه؟ اراوند الاير ونازله لغايه ايه؟ النك. شكلها عامله زي ايه؟ المثلث كده او الويدج المثلث ال 3 دي. ليها لو افترضنا ان ده بيس اللي هو هيبقى الايه؟ اللاترال اللي بره. و فهي فيلز جاب بين 3 بونز الماستويد والستايلوماستويد او الستايلويد بروسس والماندبل. اوكي؟ It is best described as having upper and lower bones and three surfaces that are most logically called lateral. وهيبقى في anterior medial ده اللي هو داخل كده و posterior medial. الجلاند كمان بنقسمها لسوبرفيشال بارت وديب بارت. اللي بيقسم لنا الجلاند لسوبرفيشال بارت وديب بارت الفيشال نيرف. وده فيري امبورتنت لاند مارك بالنسبه لنا، هي ما هياش متقسمه قوي، يعني احنا بنعتبر ان الفيشال نيرف بيقسمها للبرانشز بتاعته بيقسمها لسوبرفيشال بارت وديب بارت. حتى احنا هتلاقي في التريتمنت بتاعنا وفي معظم العمليات اللي بتتعمل في الباروتيد بلانت بتعمل حاجه اسمها ايه؟ سوبرفيشال باروتيدكتومي. ان انا بشيل الجزء من الباروتيد بلانت اللي هو فوق الفيشال نيرف. يعني ده الشكل بتاع البلانت لو احنا هنبص عليها هنقول ان ده السيرفس ده هو ده اللاترال سيرفس اللي جاي كده باصص لجوه ده هسميه الانترو ميديا واللي مقابل ليه من ورا اللي هو الايه؟ البوسترو ميديا. زي ما قلنا ان السكريشنز بتاعت السلايفا اللي طالعه من الباروتيد جلاند بتبقى بريدومينت سيرس ما هياش ميوكس زي السب مانديبولر. It has an irregular wedge shape because it fills the gap. نفس الكلام اللي احنا قلناه قبل كده. It's best described قلنا اللاترال وانتيرو ميديال وبوستيرو ميديال سيرفيس. الابر بول دايما عامله زي الاكسترنال بوديتري ميتس او الاكسترنال اوسيتيك ميتس بيبقى هي لفه حواليه بهذا الشكل. فالابر بول بيبقى كونكيف سمول كونكيف سيرفيس ذات ارايز اجينست ذا كارتريج اوف ذا اكسترنال اكوستيك بيتس اوف ذا نيرف. واللور بول هيبقى الطرف اللي تحت اللي هو نازل
neck. The lower bone is rounded and lies below and behind the angle of the mandible and indented by it and the sternomastoid muscle and overlapping the posterior belly of the gastric. Anyway, in the anatomy, شوية بتاع parotid gland زي ما قلنا إن هي wedge shaped, the surface في ليها anterior lateral surface وانتروميديال وبوسترو ميديال. بنقسمها superficial part وdeep part, واللي بيقسمها هي superficial وdeep part هو الفيشيال نيرف والبرانشز بتاعته. وين الدكت بتطلع من الانتروميديال aspect of the gland. Okay. The postmedial surface هو ده اللي related لل لما واحنا بنيجي بنشيل الجلاند وكده يبقى هو ده البعبع بتاعنا شوية لأن هو related لمعظم الايه important structures اللي موجودة في النك. فإذا mostly irregular as it is indented by the mastoid process and the two muscles attached to it, the sternomastoid way the posterior belly of the gastric, with the styloid process with five structures, stylohyoid, styloglossus. يعني anyway مش مشكلة قوي الأسامي المسلز اللي هي related للسيرفس, لكن هي مهمة أن نفهمين السيرفس. الستايلويد بروسس ريتس ذا جلاند فروم ذا انترنال جاجولار فين اند ذا ديبر انترنال كاروتيد ارتري. احنا لو بصينا على واحنا بندايسكت الباروتيد جلاند هلاقي الموست سوبرفيشال بالنسبه لي هو الفيشيال نيرف. يجي بعديه ديبر شويه الفيشيال او الانترنال جاجولار فين, وبعدين ديبر اكتر الانترنال كاروتيد ارتري. فعشان كده لما بنيجي ندايسكت ونقول نعمل سوبرفيشال كاروتيدكتومي باجي من فوق الفيشيال نيرف بسالب بدايسكت على الفيشيال نيرف وكل اللي فوق الفيشيال نيرف بشيله عشان عملت سوبرفيشال كاروتيدكتومي. بوصل الفيشيال نيرف ازاي عشان ابتدي ادايسكت عليه؟ مهم قوي بالنسبه لي اول خطوه بعملها في العمليه ان انا باجي عند الاسترنوماستويد الاكوسيت الاكسترنال اكوسيتيك ميتس. الفيشيال نيرف طالع من فورمن هنا اسمها الستايلوماستويد فورمن, جاي طالع من جوه السكال ثرو ذا ستايلوماستويد فورمن ومعدي يبتدي بدايته الترانك المين ترانك بتاعه طالع عند الاكسترنال والانتراكوسيتيك بيتس. فاجي بعمل ايه ريتراكشن كده للباروتيد في المنطقه دي وابتدي ادايسكت لغايه اشوف الايه المين ترانك بتاع الفيشيال نيرف وابتدي ايه اشيل الباروتيد من فوقيه. من ضمن المعلومات برضه الاناتوميكال المهمه بالنسبه لنا الفيشيال نيرف زي ما قلنا بيطلع المين ترانك بيطلع من الستايلوماستويد فريم وبعد كده بيتقسم لتو مين برانشز, والتو مين برانشز دول بيدوا فايف برانشز اصلا يعني بيشتغلوا على الايه فيشيال اكسبريشن. ايه البرانشز الفايف برانشز بتوع الفيشيال نيرف اللي في الفيس؟ واحد راح اول واحد رايح فوق رايح لفين؟ للعين ده اسميه اوكيلر برانش. وبعدين التاني رايح على الزيجوما بسميه زيجوماتيك برانش. التالت رايح على الانجل اوف ذا ماوس بسميه ايه؟ بكر. يبقى اوكيلر زيجوماتيك بكر. والرابع ماشي على المندبل هسميه مندبلر. وخامس برانش نازل تحت على النيك هسميه سيرفايكل. فين؟ يبقى في اول ما بيطلع الفيشر نيرف بيبقى طالع مين ترانك الاول وبعدين بيتقسم لتو مين برانشز والمين تو مين برانشز دول هيدوني الفايف برانشز اوف ذا فيشيال نيرف في الفيس اللي بتحرك المسلز اوف اكسبريشن. الاوكيلر زيجوماتيك بكر مانديبولر سيرفايكل. اوكي الانتروميديال surface is wrapped around the ramus of the mandible with masseter of its outer surface and the medial cuboid of its inner surface. مش
مشكلة الكلام ده. طيب الباروتيد داكت ده من ضمن حاجات البوينتس الاناتوميكال اللي هي المهم نبقى عارفينها عن الباروتيد واحنا شغالين. الباروتيد داكت ليها اسم تاني بيسميها برضه ايه؟ الستنسنس داكت. الباروتيد داكت او الستنسنس داكت بطولها 5 سنتيمتر وبتطلع من ايه؟ قلنا من الايه؟ الانتوميديال اسبكت اوف ذا جلاند وتمشي تخرج من الماسيتر مصر وتمشي في الباكسينيتور اللي هي بتاعت التشيك وتطلع تفتح في الاورا الكافيتي قدام الابر سكند مولر توس. اوكي؟ يبقى بتطلع من الانتوميديال سيرفيس وتمشي تخرج من الماسيتر مصر والباكسينيت تمشي مع الفايبرز بتاعت الباكسينيتور في التشيك وتفتح في الاورا الكافيتي اجينست الابر سكند مولر. Upper second floor. Okay. You have 5 centimeters long and the right from the anterior aspect of the gland passes forward to cross the masseter muscle to open at the anal aspect of the cheek opposite the second upper molar. The blood supply بتاع الباروتيد gland. Arterial blood supply هتاخد من الاكسترنال باروتيد artery اللي جنبها هو اللي هيغذيها. بقى تاخد arterial blood supply من الـ external carotid artery والـ venous drainage هيروح للـ retromandibular vein. retromandibular vein والـ lymphatic drainage في عندي carotid حاجة اسمها carotid lymph nodes. هي الـ carotid بتبقى موجودة within a tough fascia. الفاشيا ديت part من الفاشيا of the neck من الـ deep cervical fascia of the neck بتنكلوز وتاخد الـ الـ carotid gland جواها وبتبقى طف فاشل. فالباروتيد ليمف نوت لاي وزين سليم فاشل امبيدد انتو ذا جلاند البري اوريجينال ليمف نوتس اوت سايد ذا فاشل التيميتلي ذا جلاند درين ذا انتو ذا ايه انتو سبير جروب اوف سيرفايكال ليمف نوت. يبقى هي في عندي الاول وزين الفاشل اللي هي سراوندنج الباروتيد جلاند في باروتيد ليمف نوتس وبعدين هتروح للبري اوريجينال وبعد كده للسيرفايكال ليمف نوت. Arterial blood supply منين؟ من external carotid, the venous drainage لل retromandibular vein, the lymphatic drainage لل parotid lymph nodes الأول اللي تروح preauricular تروح على cervical lymph nodes. The nerve supply mainly the nerve supply the secrete motor اللي هو بيخليها تفرز السلايفر بيوصل للجلاند through the glossopharyngeal nerve وده جبري جانجليونيك سكريتو موتور والبوست جانجليونيك سكريتو موتور سنسوري فايبرز بتبقى بالكوريكولو تمبرال نيرف ده من المانديبولار برانش من الترايجيمنال. في الاخر نوصل للايه؟ الترايجيمنال هو المين نيرف سبلاي للسكريتو موتور للجلاند. اوكي؟ ماشي. بداية دمها تقيل شوية بالنسبة لك عندها شوية حاجات اناتومي مهمة عشان لما نبتدي نتكلم عن الباثولوجي بتاع الجلاند. دي النقطة المهمة اللي أنا كنت عايز تعرفوها بالنسبة للاناتومي بتاع الباروتيد جلاند. في كام نقطة برضه بالنسبة للاناتومي بتاع السبمانديبولار جلاند. ديت قلنا السليبة السبمانديبولار الديستشارج بتاعها والسلايفة اللي طالعة منها مور ميوكس لكن الباروتيد مور سيرس. اوكي؟ يبقى دي السليبري جلاند سبيكس ميوكس اند سيرس لايز ات ذا سب مانديبولر تريانجل اوف ذا نيك. برضه بيبقى ليها ديب بارت وسوبرفيشال بارت. المايرو هايويد ماسل هي اللي بتقسمها لي ديب بارت وسوبرفيشال بارت. بس formed of large superficial and small deep parts which are continuous with one another around the free posterior margin of the myohyoid muscle. ادي الايه؟ السب مانديبولار جلاند ودي الميوهايويد ماسل هنلاقي ليها superficial part دوت اللي هو باصص ناحيه بره
هنا superficial part has three surfaces: lateral, median, and inferior. Lateral, median, and inferior. Lateral surface deeply grooved posteriorly by the fascial artery. دي برضو من العلامات المهمة أثناء ما احنا بنعمل dissection أو ما احنا بنشيل submandibular gland. بعرف إن احنا ناحية lateral surface هنلاقي لازم فيها على طول الـ fascial artery. مهم ان انا يعني اعمل له دايسكشن الاول واربطه قبل ما اكمل عشان ما يحصلش منه بليدنج ديورينج سبمانديبولار سيرفيس. الانفيريور سوبرفيشال سيرفيس از كروست باي ذا فيشيال فين سيرفايكال اند مارجنال مانديبولار برانش اوف ذا فيشيال نيرف. يبقى احنا عندنا اللاترال سيرفيس ريليتد ليه facial artery وال inferior or superficial surface related to facial vein. من النقط المهمه برضو في الاناتوميكال سيرش كانت بالنسبه للسبمانديبولار جلاند لما باجي افتح الانسيجن عشان اشيلها لازم ابقى بعيد اتليست 3 سم من الايه من الايدج اوف السبمانديبولار. ليه؟ عشان السيرفايكال برانش بتاع اللي الفيشيال نيرف معوروش وانا بفتح. اوكي الانسيجن برضه ما جبناش سيره الانسيجن. لما باجي اشيل الباروتيد جلاند بفتح الانسيجن بيبتدي من قدام التريكس السرير الحته العظمايه اللي هنا الكارتريدج دي بفتح قدام التريكس وانزل كده والف لورا سنه وانزل على الايه حزاتا من الهيتش بتاع المندبل. بس قلنا لازم ابقى سايب حوالي من 2 ل 3 سم عشان ما اعورش السيرفايكال برانش بتاع الفيشيال نيرف. بالنسبه للسبمانديبولر بفتح عليها بس برضه بعيد 3 سم عن الهيتش اوف سبمانديبولر. يبقى انسيجن فور سبمانديبولر جلاند سيرجري ماست بي ات ليست 3 سنتيمتر below and the lateral to the inferior border of the mandible to avoid injury of the marginal mandibular branches of the facial nerve. The blood supply جاي من the facial artery and the venous drainage to the facial vein. The lymphatic drainage is to submandibular lymph nodes which lie within the gland as well outside. The submandibular duct طلع برضه عندنا الدكت بتاعت السبمانديبولر بتبقى طالعه من السوبرفيشال بارت اوف ذا جلاند نير ذا بوستيريور بوردر اوف ذا مايوهايلويد ماسل بت بيرس اتحطوا لها برضه حوالي 5 سنتيمتر زي الباروتيد دكت. يعني ات رانز فورورد فيرست بتوين المايوهايلويد والهايبلوسس ماسل بيمشي بتوين المايوهايلويد والهايبلوسس ماسل and then between the sublingual gland and the geohyoid muscle. The right need to start on feet and the floor of the mouth. جنب الفرينيوم، عارفين ايه الفرينيوم of the tongue؟ لما نقلب لساننا لفوق كده مش بنلاقي فيه زي حتة شغلة كده نازلة من التانك، دي اسمها فرينيوم of the tongue. على الـ two edges بتوع الفرينيوم of the tongue في opening بتاع الـ submandibular duct. النقطة دي ليها clinical importance برضه بالنسبة لنا، إن إحنا هنا دلوقتي لو بنبص نلاقي إن الباروتيد الدكت بتاعتها بتنزل يعني الدرينج بتاعها لتحت لأنها هي mainly هنا وبتفتح في قصاد الـ upper second molar tooth. لكن السبمانديبولر الجلاند الدكت بتاعتها بتفتح ايه؟ لفوق في الفلور اوف ذا ماوس، بالاضافه ان السكريشنز بتاعت الباروتيد جلاند بتبقى سيرس
لكن السكريشنز بتاعت السبمانديبولر بتبقى ميوكس اكتر. الحاجتين دول سببين اساسيين من فورميشن اوف حاجه اسمها سليبري ستونز. يحصل ستونز في السبمانديبولر او البارادو دايما بنلاقيها بتحصل فين اكتر في كروك كده هتحصل في السبمانديبولر اكتر. ليه؟ لان نوعيه السكريشنز نفسها مور ميوكس او مور فيزنت والواي اوف درينج نفسه بتاع الدكت اجينست جرافيتي في السبمانديبولر جلاند. بالاضافه كمان ان ممكن اي فود ديبرس او كده تيجي تسد ايه الاوبننج بتاعت السبمانديبولر دكت لانها موجوده في الفلور اوف ذا ماوس. طيب خلصنا الجزء اللي ده كنت ليه بتاع الاناتومي، نبتدي نتكلم بقى في الايه؟ الباثولوجي او الايه الديزيزز اللي ممكن نشوفها ريليتد للسليفري جلاند. الحاجه الاكيوت بالنسبه لنا هي اللي يحصل فيها اكتئاب. اسمها ايه؟ نسميها اكيوت سياله العكس. سياله العكس، اكيوت سياله العكس. الاكيوت سايرا دينايس بنقسمه برضه لفيرال وبكتيريا. فيرال وبكتيريا. الكومن قوي في الفيرال اللي هو اللي ايه؟ هنشوفه في الاطفال اكتر اللي هو لما بيطلع الكاروتر جلاند بتكبر عندهم بيبقى اسمه ايه؟ مامس. مامس. بقى مامس اللي هو اللي ايه؟ بيسموها ابو النكيم. ده ايه؟ most common viral infection اللي بتيجي في الباروتيد جلاند هو بيبقى المامبس وبيجي في الاطفال ودايما بيبقى bilateral. اوكي؟ وده بيبقى سيلف ليميتنج في الاخر. يعني العام طبعا شويه فيفر وبين سويلنج وكده وبعد كده ايه؟ بيجي بيزولف وبيبقى سيلف ليميتنج مع نفسه. الاكيوت سالادينايتس بقى اللي هي البكتيريا وهي دي اللي بنشوفها اكتر بالنسبه للكبار او كده بيبقى الايديولوجي بتاعها الديرتي ماوس باد اورال هايجين دنتال سيبسس دي هايدريشن داكت اوبستراكشن او ديبليتيتنج ديزيز زي مثلا الدايابيتس. المين اورجانيزم اللي بيعمل الاكيوت سالادينايتس هو الايه؟ الستافيلوكوكس كوريس. الستافيلوكوكس كوريس هو اكتر اورجانيزم يبقى متسبب في حدوث الايه؟ الاكيوت بكتيريا سيالات العكس. دايما الروت اوف انتري بتاعه يعني قلنا دايما ان ايه؟ الاورال سيبسس او الاورال باد اورال هايجين هو بيبقى السبب الرئيسي من ناحيه بالاضافه لحاجه ثانيه بتبقى برضه كبريديسبوزنج فاكتور للقصه دي حاجه اسمها سيالاكتيسس او سيالاكتيسس. يعني ايه؟ يعني الدكتس اللي جوه الجلاند نفسها بيحصل فيها سام سورت اوف دايلاتيشن. فلما يبقى في دايلاتيشن يبقى في اكيوميليشن اوف فلويدز وستاجنت. اي حاجه ستاجنت وارد ان يحصل عليها ايه؟ سوبر ادد انفكشن. اوكي؟ طيب فالعيانين دول هيبقى اكيوت سالاد رايتس جنرال كلينيكال بيكتشر للعيان هيجي بيه سالاد رايتس ايه؟ جنرال بتاع الانفلاميشن هيجي عيان فيفرش عنده هيديك وماليز والايه؟ الجنرال مانيفستيشنز بتاعت الانفلاميشن. طيب لوكالي هيبقى في ريد وسوولن ايه؟ جلاند. ريد وسوولن جلاند كاردينال مانيفستيشن اوف الانفلاميشن. ريد سوولينج ممكن يقلب بايه؟ بابسس فورميشن. واول علامه تخليني اقول ان في ابسس فورميشن ان العين يشتكي من ايه؟ في اي حته. لما يكون عين عنده ابسس. ها؟ مش بقول دايما ان في حاجه اسمها ثروبنج بين. يعني ايه ثروبنج؟ يعني هل تحس ان في دايما يكون في نبض بيحصل في الايه؟ المكان دوت وات ايفر. حتى اكيد كلنا مثلا انا تايم جالنا
اللي هي البارونيكيا الانفلاميشن اللي هو بتاع الانجلوز نيل، لما بيكون وصل لمرحله اللي جمع شويه صديق ولا حاجه، الواحد يبقى خصوصا بالليل يبقى حاسس ان دايما يكون في حاجه بتنبض في مكان الصباع. اوكي، يبقى الثروبينج بين ده من العلامات المهمه جدا اللي تخليني اقول ان الانفكشن ده قلب ليه ايه، او السيليولايتس اللي موجوده في السيليولايتس قلبت ليه ابسس. يبقى الجنرال مانيفستيشنز هيلينج وماليز فيفر، اللوكالي هيبقى فيه الريدنس هوتنس والسويلنج، بين يورين ماستيكيشن برضه اثناء الماستيكيشن، الالم هيزيد اكتر مع الايتنج لان الجلاند هتبتدي تفرز سلايفا مع الايتنج، فيبقى في مور ايديما مور تنشن هيخلي في مور ايه بين. الكارد لو قلبت بقى وصلت الامور انها قلبت حصل ابسس فورميشن، يبقى العيان ده هيبتدي يشتكي من ايه؟ ثروبينج بين موجود. ومن ضمن الحاجات اللوكال اللي موجوده ان انا لو بصيت انترا اورالي، سواء بقى مثلا ابص على الدكت، سواء على الدكت بتاعت الاوبننج بتاعت الدكت بتاعت الباروتيد او الاوبننج بتاعت الدكت بتاعت السابما ديبلا، ممكن الاقي ان في باس خارج من الايه الدكت نفسه. طيب هنعالج ازاي الاكيوت سيرادرايتس زي اي انفكشن؟ هتأدي هوت فومنتيشنز للمنطقه ديت، هدي انرجيزكس، هدي انتي بايريتكس، وهدي انتي بايريتك. لقوا ان الكليندامايسين اكتر يعني انتي بايوتيك بيبقى الكونسنتريشن بتاعه موجود في السلايفا، فعشان كده دايما بنستخدم الكليندامايسين انتي بايوتيك في التريتمنت بتاع السلايفا عشان الكونسنتريشن بتاعه بيبقى عالي قوي في الايه؟ في السلايفا. اوكي؟ ده بالنسبه ان احنا في مرحله لسه الايه؟ السليولايتس، لكن لو قلبت ابسس لازم اعمل ايه؟ درينج. وانس الباس فورمت لازم اعمل درينج. واحنا عندنا انتوا خدتوا سيرجيكال انفكشنز ولا ما خدتوش؟ اعتقدش النظام الجديد مش كده؟ عندنا المفروض كده في كذا مكان في الجسم ما بستناش حاجه اسمها فلكتويشن. يعني ايه فلكتويشن؟ يعني ان المفروض ان انا امتى بعمل، غالبا بعمل درينج للابسس امتى؟ لما يكون بقى اتكون باس وبقى سيستك فلكتويتد كده، عارفين الفلكتويشن تيست؟ يعني ان في سيست او في فلويد موجود في اماكن في البودي ما ينفعش استنى لغايه ما يحصل فلكتويشن، ولازم اعمل لها درينج قبل ما يحصل الفلكتويشن ده عشان السبريد السريع بتاع الانفكشن بتاعها. من ضمن الاماكن دي اللي الباروتيد جلاند، وانس انها ابتدى اسسبكت ان ابتدى يحصل باس فورميشن اي هاف تو دو درينج فور ذا باس. لازم هدي العيان ده جنرال انستيزيا، بفتح فتحه برضو على الباروتيد جلاند في الحته اللي انا شايف ان هي الموست تندر او الموست سيستك بالنسبه للعيان، ويبقى لازم اخد بالي ان انا ما اعورش الفيشيال نيرف، فبدخل بفتحه صغيره ادخل طرف الارتري لغايه المنطقه اللي انا شايف ان هي فيها الباس، وبعد كده اروح فاتح الايه؟ التبس بتاع الارتري بتاع اللي انا دخلته ده، فاتحهم في نفس الدايركشن بتاع الايه؟ البرانشز بتاعت الفيشيال نيرف عشان ما اعورش حاجه من الايه؟ البرانشز. يعني احنا البرانشز نازله جايه من هنا ونازله عامله زي ايه؟ صوابع ايديا. اوكي؟ يبقى بدخل بالارتري وافتح التبس التو بلينز بتوع الارتري في نفس الدايركشن اللي ماشيه فيه الايه؟ البرانشز، ما افتحش بالعكس كده عشان ما اعورش. والطريقه دي بقى باي ذا واي اسمها هيلتون ميثود، استخدمها في حاجات كتير في فتح الابسس، ان انا ادخل بالارتري الارتري فورسبس بتاعي ده كده مقفول، واروح فاتح الايه؟
البليس بتاعته، اوسع الفتحه اللي انا فتحتها من غير ما اعور حاجه اسمها هيلتون ميست. اوكي، يبقى البريكوشنز اللي لازم اخدها وانا بعمل دريننج ان العيان ده لازم ما استناش فور فلكتويشن، دي اول حاجه. تاني حاجه ان انا بدي العيان ده جنرال انستيزيا. تالت حاجه ان انا بدخل بالارتري بعمل الهيلث ميثود وبفتح البليتس في ذا سيم دايركشنز بتاعت الايه؟ الفيشال نيرف برانش، الفيشال نيرف برانش عشان ما اعورش حاجه. اوكي؟ ده بالنسبه للايه؟ الاكيوت سيراتايتس، سواء الفاير اللي هي المامبس ده اشهرهم، او البكتيريا اللي هي قلنا الايه؟ الستافيلوكوكس اوريس هو المسؤول عنها. وقلنا التريتمنت بتاعها سواء في مرحله السيلولايتس او مرحله ان هي قلبت بابسس. طيب الكرونيك سيلولايتس، في حاجه اسمها كرونيك انديميك باروتايتس وكرونيك بايوجينيك سيلولايتس، وميني دول بيبقى السبب فيهم زي ما احنا قلنا من شويه كده اللي هو الايه؟ السيلكتسس او الدايلاتيشن بتاع الجلاندز، وبالاضافه للباد اورال هايجين بتاع العيان، فهيبقى في ريبيتد فريكوينت اتاكس اوف اكيوت سيراتيلايتس، العيان يبقى عنده بعد كده ايه؟ كرونيك بايوجينيك سيراتيلايتس. التريتمنت بتاعها مين؟ ان انا احسن الاورال هايجين، ادي العيان ده انتي بايوتكس او كده. لو الموضوع بقى يتكرر كتير قوي وبقى في مشكله بالنسبه للعيان، ممكن ارجع ان انا اعمل للعيان ده ايه؟ سيراتيلايتس، ان انا اشيل السليفري. من ضمن الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل عندنا للانفكشن مينلي اللي هي حاجه اسمها سليفري فيستولا. سليفري فيستولا بنشوفها امتى؟ ان انا لما ادخل افتح مثلا ابسس والاقي ان مكان الفتحه بتاعتي ما قفلش، فضل برضه ايه؟ جايب سلايفا. مش كومن لكن وارد ان هو يحصل، او يحصل تروما، عيان ياخد تروما في الاداني وايه؟ يحصل منها برضه سليفري فيستولا. لكن مينلي الايديولوجي الابسس رابشر او امسيجن بيبقى هو السبب الرئيسي لحدوث البوست، يعني القصه دي تحصل سليفري فيستولا. كرونيك سيلاتينايتس ويز اوبستراكشن، عيان عنده كرونيك سيلاتينايتس بيحصل اوبستراكشن للدكت، فتبتدي ايه؟ السلايفا تعمل لنفسها تراك وتعمل ايه؟ سليفري فيستلا، اكسترنال تروما زي ما قلنا، او مالجنت تيومر وعمل حصل منه فانجيشن ويحصل منه برضه سليفري فيستلا. نعم؟ الفيستلا ما بين الجلاند نفسها، ويا اما ممكن تفتح انترنال في البكر كافيتي او تفتح اكسترنال على السكن. اوكي، ممكن الفيستولا تبقى موجود طالعه من الدكت او من الايه؟ الجلاند. برضه مش من الحاجات الكومن قوي اللي احنا بنشوفها، نادره، بس نبقى عارفين اللي هي الحاجه المهمه قوي بالنسبه لنا اللي احنا اتكلمنا عنها اللي هي ايه؟ طبعا الاكيوت سيلاتينايتس، ده فيري امبورتنت. السيلكتسس اللي احنا اتكلمنا كنا لسه بنقول ان هو سبب من اسباب الكرونيك سيلانايتس. This is the salivary gland analog of bronchiectasis. Bronchiectasis ده اللي هو ايه؟ نفس الكلام في البرونكاي في اللنج، ان البرونكاي بيحصل فيها ايه؟ دايلاتيشن، فبالتالي يتجمع فيها سبيوتم وسلايفا ميوكس وكده، ويحصل عليها ايه؟ انفكشن باستمرار. Both diseases are of unknown etiology and involve a progressive destruction of the alveoli and the parenchymas of the glands accompanied by duct stenosis and the cyst formation as the alveoli coalesce. الكونديشن ديت ممكن بنشوفها بتحصل كتير شويه في الاطفال الصغيره، وتؤدي لحدوث ريبيتد اتاكس اوف سيلاتينايتس كل شويه، لكن بتبقى في الغالب في
معظم على سن 15 years كده الموضوع بيتحسن وما بيبقاش فيه مشكلة. أفرقها إزاي من المامس؟ إن المامس ما هياش ريكارنت، يعني المامس بتحصل مرة واحدة وبيبقى بعد كده إيه الطفل عنده immunity against القصة ديت. ودايما المامس برضه دايما بتحصل في الغالب بتحصل إيه؟ bilateral، لكن السيركتسس في الأطفال مش في الغالب بتبقى يونيلاترال وبتبقى في ريبيتد اتاكس، وهم دول السببين الحاجتين الاساسيين اللي بفرق بينهم وبين اللي المامس. بشخصها ازاي القصه دي؟ ان انا ممكن اعمل حاجه اسمها سيالوجرافي، ان انا بحقن زي تايب في الدكت واصور الاقي ان في ايه اماكن في الدكت فيها كده دايلاتيشن، حاجه فيها اكيميليشن للداي، فده الشكل بتاع السيركتسس. التريتمنت بتاع السيركتسس زي ما قلنا، قلنا في معظم اللي بتحصل في السن الصغير بتاع الاطفال ديت غالبا على سن 15 سنه الموضوع بيكون اتحسن ده، مش معروف السبب بالظبط ليه عند السن ده الحكايه بتخلص، لكن لو في معظم الحالات بهذا الشكل اللي بتحصل في السن الكبير ممكن لو هي عامله ريبيتد اتاكس على طول اوف اكيوت سيلاتينايز او يبقى انا احتاج ان انا اعمل برضه سيلاتينكتومي للعيانين دول. الموضوع المهم واللي بنشوفه كتير هو بقى ايه؟ سيلولسيزيس. سيلولسيزيس يعني ايه؟ يعني ستونز في السليفري جلاندز. ده كومن بنشوفه نسبيا كتير شويه. كومن في السب مانديبولار جلاند، وقلنا ليه كومن في السب مانديبولار جلاند؟ عشان قلنا الديستشارج بتاعها او السلايفا اللي هي بتفرز منها بتبقى مور فيزت، الدرينج اجينست جرافيتي، الاوبننج بتاعت الضغط في الفلور اوف ذا ماوس فوارد اللي يحصل فيه اي فود ديبرس او حاجه تسدها ويحصل ستيزس ويحصل الستون فورميشن. بالاضافه كمان ان لو ان السلايفا اللي بتفرز من السب مانديبولر نسبه الكالسيوم اللي موجود فيها اعلى كتير من اللي بتطلع في السلايفا اللي من الباروتيد جلاند، فبرضه نسبه الكالسيوم العاليه اللي في السلايفا دي بتساعد على حدوث الايه؟ الستون فورميشن. يبقى دي كلها اسباب بتخلي الستون ممكن تحصل في السب مانديبولر اكتر ما تحصل في الايه؟ الباروتيد. الايديولوجي الكرونيك سيالادينايتس، ريكارنت سيالادينايتس، اوبستراكشن اور ستينوزس اوف ذا داكتس والسيالكتسس او فورين بودي ديسيدينج ذا داكت. بيكوز اوف ذا هاي كالسيوم كونتنت اوف ذا سب مانديبولار جلاند سكريشن ذا ابيسيليال ديبرس يوجوالي كالسيفاي ويز ذا فورميشن اوف ستونز. طيب ممكن تبقى سنجل او مالتيبل، ممكن نلاقيها موجوده within the gland او في الدكت بتاع الجلاند، بتبقى rounded او oval دايما بتبقى فيها لما نحللها بعد كده نلاقي فيها كالسيوم ومغنيسيوم وفوسفرس وorganic material. اوكي السيلول ديزيزز accounts for more than 50% of diseases of the large salivary glands and is thus the most common cause of acute and chronic infections. More than 80% will kill the submandibular gland or its duct, 6% in the parotid gland, and 2% in the sublingual gland or minor salivary glands. ايه الكومبليكيشنز الاساسيه اللي بتحصل من الستون؟ الاوبستراكشن، لما يحصل اوبستراكشن هتلاقي العيان دايما العيانين دول يجي يشتكي لك من ايه؟ الشكوى اللي بتبتدي دايما بتاعت العيانين دي بيقول لك اول ما باكل الاقي حصل لي ورم هتاني وربت. ده الكومن طبعا عشان احنا قلنا السب مانديبولا هي الكومن. العيان يقول لك اول ما باكل خصوصا لو حاجه فيها حاجات بقى يعني حامضيه شويه سترس شويه ليمون اورنج او الحاجات دي فالسكريشن بتاع الصلايبا يزيد، فالعيان يقول لك اول ما باكل الاقي ايه؟ الحداني وربت و بقى فيها قلق. تقعد شويه
شوية ساعة اتنين بعد الأكل ألاقيها فشت واختفت. ده الشكوى اللي إيه الفيري كومن اللي بيشتكيها العيانين. أو يجي العيان يشتكي طبعا من الشكوى التانية إن هو بيحصل نتيجة إن الستون تعمل اوبستراكشن ويحصل سوبر أدد انفكشن، بيجي العيان يشتكي من أكيوت سيالة دينايتس. يبقى الاوبستراكشن والسيالة دينايتس والسنيفري فيستولا بس فيري فيري رير ان احنا بنشوف القصه دي. كلينيكال بيكتشر بين سويلنج الديسشارج وبيكتشر اوف سيرتينايتس. يبقى سبما نيبر ستون مي بي بالبكل انزا فلورو زي ما مستوين انا بصيت عليها كتير كومن برضه من الحاجات الكومن ان احنا ممكن الاقيها موجوده على اخر الدكت خالص على نهايه فتحه الدكت في الايه؟ الاورال كافيتي. فممكن لما ابص في الماوس الاقي طرف الستون باين من الاوبننج بتاعت الدكت. او لو عملت باي مانوال اكزامينيشن يعني لما حاطط صباعه في الفلورس ده تعمل الصباع الثاني من بره احس بين ايديا في ايه؟ ستون بين صوابعي. اوكي؟ يبقى السب مانديبر ستون بين مين بالبر بالانزا فلور اوف ذا ماوس. Partial obstruction causes enlargement and pain on eating with return to normal as saliva drains. Total obstructions lead to chronic enlargement and often infection. Okay? ايه الانفستيجيشنز اللي بنعملها للعيانين دول؟ في 80% تقريبا من الحالات بتاعة السب مانديبلر نتيجة الكالسيوم العالي اللي موجود في السكريشنز بتاع السب مانديبلر ممكن الستونز تبان في الأشعة. لما أعمل إكس راي أو نسميها البانوراما أو يعني إكس راي للمنطقة بتاعة المانديبلر ممكن إن أنا أشوف إيه ستون موجودة. أو حتى إيفن في السونار لما بعمل ألترا ساوند للنك ممكن إن إحنا نشوف منها برضه الستون. لكن في الباروتت نتيجه عدم وجود كالسيوم بنسبه كبيره معظم الستونز اللي بتيجي في الباروتت بتبقى ريديو لوس ما بتبانش في الايه؟ في الاشعه. ممكن تبان في السونار او ان احنا نعمل سي تي او السيالوجرافي. السيالوجرافي اللي احنا قلنا ايه؟ بحقن صبغه في الدكت واشوف بصور الايه؟ الجلاند. فممكن الاقي ان في فينج ديفكت باين كده قصاد الايه؟ الستون اللي موجوده. لكن مش بنستخدم القصه دي كتير. الالترا ساوند او السي تي بيحل لنا المشكله في الغالب. نعم؟ ما انت في الاوبننج موجوده بتعمل لها كانيوليشن وتحقن فيها الصبغه. يعني عارف الكانيولا اللي بتركب مثلا بنركب الكانيولا اللي بتركب بس بعد البلاستيك من غير السن الميتال بتاعها بنحط كانيولا رفيعه كده ندخلها في الاوبننج بتاع الدكت ونحقن فيها الصبغه بقى بس يعني بتبقى حاجات يعني ووتري حاجه زي الليميدول او حاجه اسمها الليميدول ميني او يوروداي بنحقنه في الجلاند ونصور. Ducks.
وممكن اسحب الايه الستون او اعمل لها لو هي ورا شويه ممكن احاول ان انا اعمل لها ميلكينج لغايه ما اوصلها للجزء ابقى شايفه وافتح فتحه صغيره كده واسع الميتس بتاع الاوبننج بتاعت الدكت واسحب الستون. لكن لو الدكت موجوده في الجلاند ما قداميش غير ان انا اعمل سالفينكتومي. اوكي؟ يعني لو الدكت موجوده في الجلاند او في الدكت بس في حته مش قادر اوصل لها لازم هعمل ايه؟ التريتمنت بتاعي ان انا هعمل سالفينكتومي. الاول ممكن اجرب حاجات اللي خلي العيان يشرب حاجات سترس كتير وكده على اساس ان هو يطلع صلايبه كتير يمكن ده يبوشت ويخرجها. او لو في انفكشن عندي حاجات عندي بايوتكس وكده عشان الانفكشن يقل والاديما تقل فممكن تخرج وتعدي لوحدها. لكن لو ما عدتش او ما عرفتش اجيبها زي ما قلنا على الايدج التيب بتاع الدكت يبقى ما قدميش غير ان انا اعمل ايه؟ ثيرد الكترون. اوكي؟ يبقى في الدكت كونسرفتيف مانجمنت سبيشالي اف ذا ستون از سمول ان ذا جلاند ذا بيشنت ماست بي ويل هايدريتد اند جلاند مساج ويز ابلكيشن اوف مويست وورم هيت and the serologues are used to promote saliva production and flush the stone out of the stomach. For parotid stones, careful intraoral palpation around the stems of duct orifice may reveal a stone. Deeper parotid stones are often not palpable. زي ما قلنا ان الستونز اللي موجوده في الجلاند هنبقى محتاجين ان احنا نعمل ايه؟ سيالادينكتومي. الموضوع الاخير تقريبا بقى في الجزء ده. اتفضل. حضرتك فوق الدكت هنعمل مكتوب بنعمل كونسرفتيف ميجر. نعم. فوق المكتوب في الدكت هنعمل كونسرفتيف ميجر على اساس ان انا بحاول انها تعدي. ان انا بدل لو في انفكشن وإديمة وكده هدي انتي بايوتكس وانتي ادكس كده على اساس ان ممكن الإديمة لما تقل الستور ممكن تخرج وبدي حاجه اسمها سيلو جوز او زي الست عادي ياخد حاجات ستر كتير وكده عشان يساعد على افراز صلايبة كتير فممكن نعمل لها وش اوت وتطلع ككونسرفيشن في الاول. او زي ما قلنا لو هي على الايدج من بره على طرف الدكت ممكن افتح سنيب صغيره كده اوسع الاوبننج بتاع الدكت واخد اسحبها اسحب الستور واجيبها. لو ما ينفعش الكونسرفيشن ده يبقى ما قداميش غير الايه؟ السيرجري ان انا اعمل سيرجري. لما بتكون موجوده جوه البلانت برضه بدي فرصه يمكن تخرج وتروح ناحيه الضغط ويحصل الكلام ده. لو ما حصلش والموضوع بيتكرر كل شويه كل شويه يحصل انفكشن والبين والكلام ده يبقى برضه هعمل ايه؟ سيرجري. كل ما احتماليه الفلوس المالينس قل.
الحقيقي واللي هو برضو معظم البيناين تيومرز اللي موجودة بتبقى حاجة اسمها بينيومورفيك أدينوما. بينيومورفيك أدينوما أو كان ليه اسم زمان اسم ميكسد سيلولر تيومر ودلوقتي يسموه بينيومورفيك أدينوما. الأدينو لينفوما أو الوارتنز تيومر ده السكند كومن. الأونكوسايتوما والمونومورفيك أدينوما دول بيبقوا قليلين. الماليجنت تيومرز الكومن لما بنلاقي ماليجنت تيومر بيبقى على حاجه اسمها بيوتو ايبيدرمويد تيومر ده الموست كومن. يجي بعديه الادينويد سيستيك كارسينوما او السيلندروما وبعد كده بقى ايه شويه الحاجات الاسامي الثانيه دي ايه رير شويه. يمكن الليمفوما بتكتر شويه في العيانين في عيانين بيبقى حاجه اسمها دوم جوبرين سندروم. جوبرين سندروم ده بيبقى سام سورت اوف dehydration فالعيانين دول بيبقى عندهم decreased discharge of saliva, decreased discharge of tears, يعني ايه نوع من انواع autoimmune disease كده اسمه Sjögren syndrome. ده بيحصل لو عند عيان عنده Sjögren syndrome ده اقل شويه انه ممكن يحصل عنده لما يحصل في ليجن ماس يعني في الجلاند السليبري جلاند بتاعته بتفكر في الليمفوما بشكل اوكي. البينيومورفيك ادينوما قلنا ده اشهر ايه او اكتر تيومر في البناين تيومر اللي هو البينيومورفيك ادينوما بيتكون من ابيثيليال سيلز ومايوبيثيليال سيلز وميوكويد ماتيريال نظام الاسابيرنس وسيستيك تشينجز. يجي العيان يشتكي ان هو عنده سويلنج لكن بقاله ايه لونج تايم يعني ممكن مدي هيستوري اوف 3 4 5 years وان السويلنج ده فيري سلولي سايز خارج اخر ما في الباب وراه يجي العيان يشتكي وقلنا كده ان في سويلنج سلولي فيري سلولي بروجريسيف على مدار ييرز. من الحاجات المميزه قوي ان هو ريز ذا لوبيولو سايير دايما تلاقي ايه لما تبص للعينين دول تلاقي ان اللوبيولو سايير كده ايه مرفوعه شويه ريز ذا لوبيول اوف سايير. شايفين دي كلها مناظر ده يعني نادرا لما بنشوف الحجم ده يعني يمكن الحجم ده نسبيا هو الاكثر كومن ان احنا نشوفه. نعم ما احنا قلنا ان احنا نص كومن تيومرز عندنا في بتاع التراجيناين والميوكو ايبيدرمويد هي النص البينيومورفيك ادينوما هي النص كومن بناين تيومر. اوكي فدول بيبقوا في الغالب بناين ليجن زي ما بقول لك كده بيبقى جايه على هيستوري العيان عنده السويلنج ده كان حاجه صغيره وقاعد يكبر بقاله كذا سنه. ده شكل الانسيجن اللي احنا بنفتحه لما بنيجي نشيل الباروتيد جلاند. بفتح الاول الهير كده قدامه بلف الورق الاول وبنزل قبل ما نكمل كلامنا. شايفين ادي الايه الاكسترنال اكوستيك بينز. احنا قلنا ان الفيشيال نيرف بيطلع منين من الستايلو باسكويد فريم فيري كلوز للاكسترنال اكوستيك بينز هنا كده. اول لما باجي ابتدي الدايسكشن بتاعي في حالات الباروتيد لازم ادور على الترانك بتاع الفيشيال نيرف عشان هبتدي اشيل من فوقيه وما اعورش. شايفين ادي البدايه هنا كده بتاع الترانك بتاع الفيشيال نيرف. شايفين البرانشز بتاعته ولا مش شايفينها؟ مش واضحه قوي يمكن لو صغرنا الصوره كده تبان اكتر شويه. يعني عايزكم تتخيلوا كده
لونج تايم، ممكن تلاقوا من الحالات اللي هي بتقعد مثلا اكثر من 10 سنين، بقى لها اكثر من 10 سنين وكده ممكن يحصل فيها مالجننت بقاله 10، مش شرط ان يكبر، مش شرط ان يفضل يكبر 10 سنين، ممكن يكبر شويه ويقف في الحجم، او يفضل يبتدي صغير ويقعد شويه فتره وبعدين يرجع يكبر. واخد بالك؟ مش شرط ان هو يعني ال 10 سنين هذه بيكبر، فيعني لا مع اللونج تايم ممكن الحاجات الفيديو بورفك انهم لو بتسابق ممكن يحصل فيها مالكنا الترانسفورميشن بس قليل. مفيش كونتر اندكيشن للسالد انكتيف، هي السالد انكتيف بتحمل الريسك. انت طبعا بتلعب على الاسد اللي هو الفيشن نيرف، والفيشن نيرف ده فضيحه، كل برانش منه يعني انت مثلا لو انت عورت الاوكيولار برانش هتلاقي العيان دوت ما بيعرفش يقفل عينيه. فهي اول حاجه هيجي يشتكي لك ان انا عينيا دي ما بتقفلش، وان انا نتيجه انها ما بتقفلش بيحصل الجزء ده، بيحصل طبعا من البلينكينج ده فيري امبورتنت، هو ان هو بيعمل بويزن شرينج للكورنيا، فتلاقي العيان ده حصل له كورنيا الالسريشن. ده بالنسبه مثلا لل هما الاثنين اللي بيفضحوا بجد الاوكيولار والبكر. البكر ده اولا هيحصل نتيجه ان الماسلز هنا ابتدى تلاقي ايه يحصل دروب للانجل اوف ذا ماوس، بالاضافه ان العيان يجي ياكل الاكل يتحوش الناحيه دي ويقع الناحيه دي كده وما فيش حركه هنا، فالاكل يتحوش في الجنب ده من بقه ويحصل دريبلينج للسلايفا من جنب الماوس من غير ما يحس. فبيبقوا ايه؟ يعني ربنا يعافينا لما تدخل تعمل عمليه من العمليات دي ويحصل انجري للاوكيولر او البكر، يعني الزيجوماتيك والمانديبولر والسيرفايكال دي حاجات سنسيشن شويه، يقول لك انا بحلق الاقي مش بحس بالتاني، ما اعرفش كلام ايه، مش ذات معنى. لكن اللي بيفضح بقى وبيعمل مشكله حقيقيه للعيان هو الانجري بتاع الايه؟ الاوكيولر والبكر. طبعا عايزه بقى مايكرو سيرجري، وان تيجي عشان توصل النيرف والهيلنج بتاع النيرف ما بيبقاش يعني احسن حاجه في الدنيا، مش هو في الغالب بيحصل في معظم العيانين برضه حاجه اسمها نيوروبراكسيا. يعني ايه نيوروبراكسيا؟ مجرد ان انت تقرب من النيرف وانت شغال ده بيخلي النيرف ايه يحصل له سام سورت اوف ويكنس للانرفيشن اللي بيديها. فيفضل العيانين دول بعد العمليه شهرين ثلاثه اربعه كده عندهم شويه ويكنس في قفل العين في الانجل اوف ذا ماوس وهكذا، وترجع تتحسن بس ممكن انت ما قطعتوش، لكن وارد ان يحصل انجل. يعني لما تدخل عمليات وتشوف عمليه بارودت هتشوف قد ايه صعوبه ان انت تمشي من فوق الفيشن نيرف ده، الفيشن ان انت قاعد بتسلك بتشيل من فوقيه، ما هياش عمليه، العمليه تكنيكال ريسك، لكن هي ما فيش فيها مشكله. اللي هي الحالات المالجنت بقى تبقى مشكله، المالجنسي هي مشكله للبيشنت اكتر من المالجنسي. انت محتاج تعمل ساكرفايزيشن للنيرف، هتقطع هتشيل الفيشن، هتشيل الفيشن نيرف معاك لانه بيبقى جوه الليجن، بس ساعتها يبقى العيان عارف ان هو هتعمل كده وهيطلع عنده عنده مشاكل ديت. طيب يبقى احنا قلنا الجناين ليجنز هي الاكثر من المالجنت بكتير، بنلاقي الجناين ليجنز اللي بتحصل يعني في البارودت اكتر كتير من السب لينجوال، من السب مانديبولر ومن السب لينجوال. الادرينو قلنا ايه؟ ان البينيومورفيك ادينوما هي الموست كومن بناين ليجن. كانوا في وقت من الاوقات قالوا ان احنا ممكن نعمل لها ايماكليشن، نشيلها بس هي عشان نبعد عن القصص دي كلها، انا ادخل اشيل ان هي خصوصا ان هي بتبقى از اف انها حاجه ويل سيركمسكرايب، لكن اكشولي لقوا بعد كده ان الكبسول بتاعها ما هواش كومبليت كبسول، فاحتماليه حدوث الريكرنس بعد ما بعمل الانكليشن دي من
بتبقى عاليه. ف فبقينا نعمل ايه؟ سوبرفيشال بارادونكتومي في كل الحالات اللي هي بليومورفيك اجنة. يعني السيمبل السيمبل انكيليشن مشكلته انه بيبقى فيه ريزيديوال تيومر وبيحصل ايه؟ ريكارنس بعد انشال. ومين تيرن مالجنت قلنا مع الوقت خصوصا يعني لما نسيبها فترات طويله اكتر من 10 سنين وكده لو الستيت ذا تشانس ان يحصل فيها مالجنت ترانسفورميشن. ايه الكرايتيريا اوف مالجنسي او يعني ايه الحاجات اللي تساعدني انها تخليني اقول ان غالبا الليجن اللي موجوده عندي دي بيناين ليجن ما هياش مالجنت ليجن. اول حاجه الريت اوف كروس، لو لقيت ان الريت اوف كروس واخد راحته اول عيان جاي يشتكي من القصه دي بقى لها 3 4 5 سنين عنده والريت اوف كروس ضعيف بطيء ده يمشي اكتر مع الايه؟ البيناين ليجن من المالجنت ليجن. ثانيا الافكشن للنيرف، دايما المالجنسي هيبتدي ايه؟ ينفلتريت. فاول حاجه قريب ليها جدا وهينفلتريت هو يعني ايه؟ الفيشن نيرف. فهتلاقي العيان جاي مش عارف يقفل عينيه، الاندر اوف ذا ماوس بتاعته وقع، يبقى عنده افكشن للفيشن نيرف. ودي من الحاجات اللي هتخليني افكر اكتر ان ايه؟ ان ممكن يكون دوت مالجنت تيومر ما هواش بيناين تيومر. الكونسستنسي برضه ستيل البيناين ليجن زي اللي هي الادينو لينفوما البينيمورفيك ادينوما هتلاقوا ان الكونسستنسي بتاعها فيرم الكونسستنسي اكتر. مفيش اللارج ليمف نودز موجوده اللارج سيرفايكال ليمف نودز، كل دي حاجات هتخليني افكر في البيناين ليجن. لكن لو لقيت هارد ليجن انفلتريتنج السكين اللي فيها مثلا او عندي سيرفايكال ليمف نودز اللارج، دي حاجات هتخليني افكر ناحيه ان دي مالجنانت ليجن. اوكي يبقى الرابيد ريت اوف كروس الكونسستنسي زي ما قلنا هارد، ولو مع المالجنانس نتيجه برضه الانفلتريشن بيحصل بين، ممكن بين بيبقى ريفيرد تو ذا اير، بيبقى العينين دول عندهم بين ريفيرد تو ذا اير. الفيكسيشن الاقي الليجن دي لو اجي احركها هي مش عارفه احركها، ممكن انفلتريتنج السراوندنج فبقت ايه فيكسد في مكانها. فيشن نيرف انفولفمنت وليمف نود ايه اللارجمنت، يبقى دي كرايتيريا تخليني افكر انها عندي مالجنس. يعني احنا في معظم الحالات بتاعت اللي هي البيناين ليجنز بتاعت الباروتيد مش بنلجا ان احنا نعمل تيشو بايوبسي قبل ما ندخل نشيل. يعني احنا في معظم حالات كتير قوي مثلا خدتوا البريست مثلا خدتوا ايه ريليتد في تيومرز حاجات كتير بنعمل بايوبسي الاول، يعني لما قبل ما ادخل اشيل وتفضل في اي مكان يعني ريكتال كانسر مثلا ستومك كانسر فغالبا بدخل بمنظار اخد بايوبسي واعمل احدد الاول واشوف عشان لما ادخل اشيل يبقى عندي دوكيمنت ان انا بشيل. في البيناين ليجنز بتاعت السليفر جلاندز في الغالب ما باخدش بايوبسي لخطوره ان انا ممكن البايوبسي اللي انا داخل بيها دي ممكن اعور الفيشن نيرف. فخصوصا زمان ما كانتش برضه يعني ايه دلوقتي ممكن اندر الترا سونيك جايدنج وحاجات بقى في الالترا ساوند تبين لي كل حاجه اكني شايف بعينيا، فممكن ادخل ببايوبسي اخد في حته بعرف ان انا مش هعور الفيشن نيرف. لكن زمان ما كانش فما كناش بنعمل بايوبسي، ما كنتش برجع للبايوبسي غير لو عندي بقى الكرايتيريا اللي انا شاكك ان في مالجنس، عشان لما ادخل فعلا بقى اعمل اشيل الفيشيال نيرف كمان معايا وانا بشيل واشيل السوبر فيشيال والديب بارت اوف ذا باروتيد جلاند يبقى عندي دوكيمنت ان انا اكيد ان في مالجنس. لكن اذر وايز كنا بندخل بزاوت ايه؟ باثولوجي. بايوبسي از نوت ريكومندد بيكوز اوف سبينج اوف تيومر سيلز وانجري اوف فيشيال نيرف وفورميشن اوف سليفري فيستولا. دي المشاكل اللي كانت بتحصل من الفاين نيدل اسبيريشن بايوبسي سيتولوجي ان ممكن ان
التومر يحصل له سبينج للسيلز بتاعته او يحصل فيستولا او انجر للفيشال نيرف. قلت قوي بقى المشاكل دي دلوقتي مع ايه التطور شويه في الفاين نيدل اسبيريشن والالتراسونيك جايدد والكلام ده قللني قوي المشكله بتاعت الجزء الكلام ده. السي تي سكان مايت ايدر دايجنوزز ايدر دايجنوزز سبيشال اف ذا ديب بارت از انفولفد. التكنيشن سكان شوز ا كولد سبوت اكسبت في الادينو لينفوما ان شوز ا هوت سبوت. يبقى نادرا برضه لما بنرجع للسي تي وال او التكنيشن سكان. لكن زي ما قلنا الحاجات دي بلجأ لها اكتر امتى؟ لو انا عندي كرايتيريا بتخلاني شاكك ان في مالينس فهبتدي الجا اكتر للانفستيجيشنز اللي زي كده. تاني نوع من البناين ليجنز اللي هو بعد البيليومورف كادينوما في الكومن هو الادينو ليمفوما او بنسميه الوارتنز تيومر. ده بناين تيومر في سليفري بلاند is composed of double layered epithelium lining spaces which are frequently cystic. الابيثيليوم is markedly xenophilic. يعني مش مهم القصه دي. اللي بيميز الادينو ليمفوما او الوارتنز تيومر دي نسبيا ان دايما بتيجي فين؟ بتيجي تحت عند اللور كول اوف ذا جلاند مش زي البيليومورف كادينوما اكتر هلاقيها ايه؟ ناحيه فوق شويه. لكن الوارتنز تيومرز او الادينو ليمفوما بلاقيها اكتر ناحيه اللور كول اوف ذا جلاند. فيها نسبه بايلاتراليتي عاليه شويه من 10 15% بتحصل ان يجي العيان عنده ايه؟ الليجن موجوده على الناحيتين بايلاترال ليجن. ميزتها ان هي فيري فيري سلو ريت اوف كروس. احتماليه حدوث المالجنت ترانسفورميشن فيها يكاد يكون نل. فممكن يعني نسيبها ما نشيلهاش في معظم الحالات بنشيلها بس بنشيلها يعني ميلي فوتوسموتيك ريزنز اكتر ما منها كوميونيكيشن بالنسبه للعين. اوكي يبقى ده بالنسبه للادينو ليمفوما. الكرايتيريا اوف مالينس زي ما قلنا اللي هو الرابط ريت اوف كروس والبين اللي موجود في الاير هارد كونسيستنسي فيكسيشن تو ذا سراوندنج ممكن تبقى انفلتريتنج في البون او في المسلز او في السكن حواليها فيشن نيرف انفولفمنت او لارج سيرفايكال ليمف نود او يحصل السريشن كده زي ما احنا شايفين كده شايفين السكن هنا بقى السريتد وابتدى يحصل فانجيشن للماس من على السكن. العيانة دي مثلا عندها فيشيال نيرف افكشن بيقول العيان يزر على عينيك او يقفل عينيك جامد هتلاقي ايه الناحيه اللي شغاله قفلت والناحيه اللي مش شغاله العين ايه مفتوحه كده ما قفلتش. طيب التريتمنت بتاع البناين ليجن سلولي جروينج البناين تيومرز هنعمل ايه؟ سوبرفيشال بارتوديكتري زي ما قلنا اللي هو الايه السوبرفيشال جروب ماشيين من فوق الفيشيال نيرف. السب مانديبولار جلاند از تريتد باي سب مانديبولار سيلاتينكتومي. ماينور سليفري جلاندز ار تريتد ويز اكسيجن ويز سيفتي مارجنز. التيومرز ذات ار كلينيكالي مالجنت محتاج اعمل ايه؟ توتال اكسيجن ويز بلوك نيك دايسكشن اوف ريليتد نودز اند ساكريفايسنج ذا فيشيال نيرف. يبقى انا لو ثبت عندي ان الليجن ديت مالجنت هضطر ان انا اعمل ايه؟ اشيل الجلاند كلها بعمل بشيل كمان الفيشن نيرف معايا لان بيبقى فيه انفلتريشن للنيرف وبعمل بلوك نيك ديسكشن للسرفايكال ليمف نودز اللي موجوده. بوست اوبرتيف ريديو ثيرابي مايت هاف ا رول ان ديكريزنج انسيدنس اوف ريكارد. دي الحاجات اللي انا كنت عايز يعني اعرفها بالنسبه للسليفري جلاند. يهمنا فيها ايه السليفري جلاند؟ شويه حاجات الاناتومي اللي اتكلمنا عنها الدكت والريليشنز البسيطه اللي اتكلمنا عنها في الاول. الستونز طبعا السليفري جلاند ستونز والانفكشن والتيومر
tumors of the salivary gland. Okay. ماشي يا دكتور. يعني ان شاء الله باذن الله الاسبوع الجاي الدكتور هشام هيكمل معايا. شكرا. شكرا يا دكتور.